أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى آخر الأسبوع. وصلنا الآن إلى فقرة الإعلام في أسبوع مع الدكتور يحيى العريضي، نرصد فيها أبرز ما تناولته الصحف الغربية فيما يخص منطقتنا العربية. وأرحب بالدكتور يحيى. مساء الخير دكتور. مساء النور دكتور. أبدأ معك من صحيفة الإيكونومست. أول موضوع عن سوريا، تحدثت الصحيفة في عنوانها عن انتكاسة بشار. ما دلائل هذه الانتكاسة التي أتت في الصحيفة؟ أهلا. الصحيفة الأسبوعية الإيكونومست تتحدث عن هزيمته في إدلب وبصرة وفي نصيب، وعن تدهور وضعه سياسيا وعسكريا واقتصاديا. لا نجلب شيء من عندنا، فهناك خلافات ضمن تحالفه، إضافة إلى استحقاقات دولية لابد أن تأخذ مفاعيلها. أحد تحليلات اندحار العسكري يتمثل بنقص الجنود وانعدام الثقة، إلى درجة أن طائراته التي تحمل البراميل والتي تقتل أهل سوريا يقودها طيارون روس، هكذا تقول صحيح المجلة وهي الإيكونومست كما هو معروف ولها مصداقية خاصة. هناك أيضا صراع بين مقاتلي حزب الله وجنوده، حيث صرح أحدهم بأن اشتباكات تحصل أحيانا بينهم وبين نقاط تفتيش لحزب الله. وتخلص المجلة إلى القول بأنه ربما يسيطر إداريا ولكن إيران تسيطر عسكريا. هناك عبارة ملفتة في الإيكونومست، نعم، تقول بأن هناك دلائل تشير إلى أن الإيرانيين وحتى حزب الله باتوا يعتبرونه عبئا عليهم. وهنا تقتبس المجلة عن أحد قادة حزب الله، لا ندري من هو، بل هي تقتبسه: سوف نتخلص منه في مرحلة ما، وأعتقد أن إيران تنتظر الوقت المناسب فقط. هذا في الوقت الذي تصر شخصيات سياسية وإعلامية من التابعين للنظام في سوريا على أنه استطاع وقواته تحقيق إنجازات ميدانية مزعومة، ما جعل الإعلام الغربي يجري مقابلات معه ليسوق وجهة نظره وتكريس الخيار بينه وبين داعش، طبعا بحسب هؤلاء. ولكن ينسى هؤلاء أن الجميع يتذكر لقاءات الإعلام الغربي مع القذافي في أيامه الأخيرة ومع صدام حسين، فالإعلام هناك يبحث عن قصص مشوقة ومثيرة ليصطادها. نعم. والإعلام الغربي ليس بالضرورة عاكسا للتوجه السياسي لحكومات بلدانه. أذكر في الإعلان الذي تقدمتم به وعلى لسان كيري، جون كيري: The man lost credibility. ومن هنا أنصح لونا أو بثينة، كفى النفخ في هذه القربة المثقوبة. نعم دكتور. بالانتقال إلى موضوع آخر بما يخص الاتفاق النووي الإيراني، طبعا سوف نتطرق إلى هذا الموضوع بأكثر من مجلة أمريكية. أبدأ معك بتايم الأمريكية، عنونت: الإيرانيون يبتهجون بالاتفاقية والمنتقدون يقلقون تجاه التفاصيل تحديدا، وكأن كل طرف يفهم الاتفاقية بطريقته. كيف قدمت المجلة مقولاتها المقلقة؟ نعم، المجلة تقول: مع صعود الفريق المفاوض الإيراني إلى طائرة العودة من لوزان، بدأ نزول بعض الإيرانيين الاحتفال بشوارع طهران. المجلة تحدثت عن إشادات بظريف وترحيبات من روحاني وخطب جمعة تهلل. أما الخامنائي فلم يبح بعد بموقفه، مؤخرا تحدث أنه لن نوقع إلا إذا رفعوا فورا العقوبات، وهذا ربما لن يفرح به السيد خامنائي. معارضو الاتفاق يحذرون ويشكون ويتحدثون عن شيطان التفاصيل، بعد التوقف عن الحديث طبعا عن الشيطان الأكبر. هناك غبطة وحبور بنسخة إيران من الاتفاق، أقول بنسخة إيران من الاتفاق، ولكن ما أن نشرت النسخة الأمريكية من الاتفاق حتى ظهر الفرق بين ما يعلن وما يضمر. نعم. ظريف وزير الخارجية يرفض النسخة الأمريكية، والأمريكيون يصرون على وجهة نظرهم، فيقول: الحل مرضي للجميع، فلا داعي لنشر وتوزيع وثيقة الحقائق The Fact Sheet مبكرا. من رافق ظريف من الصحفيين الإيرانيين نقلوا عنه قوله إن الأمريكيين يكذبون،
They are lying. The Americans are lying. وأنه أرسل إيميل حول تلك الفاكت شيت وثيقة الحقائق الأمريكية. وتضيف الأسبوعية الأمريكية بغض النظر عن الاختلاف فإن التوافق الأمريكي الإيراني على حل للخلافات والمحادثات أكثر أهمية من الاتفاق النووي. واضح أن ملال إيران أن بين مطرقة الشيطان الأكبر التي كانوا يرددونها وهي مبرر هيمنتهم وهيمنتهم وشيطان التفاصيل سبب تلونهم ويبقى اللعب مع الشياطين سيد الموقف حقيقة. نعم، بالحديث عن هذه التفاصيل التي كانت بالفعل مدعاة للقلق، تفاصيل اتفاق النووي بنسختين مختلفتين كما تحدثت قبل قليل، نسخة إيرانية ونسخة أمريكية، لعل نيويورك تايمز تحدثت من هذا الجانب تحديدا وتحت عنوان كل يقرأ صفقة إيران النووية بطريقته الخاصة أو بطريقة مختلفة، عبرت عن قلق تجاه تلك القراءات المختلفة التي جاءت لهذه الاتفاقية. دكتور، لنتحدث يعني ما أوجه الاختلاف في تلك القراءات بالنسخة الإيرانية والأمريكية وما مدى تأثيرها على نجاح هذا الاتفاق؟ أمانة نيويورك تايمز ترى أننا أمام نسختين من الاتفاق أو فهمين متناقضين لما تم إنجازه. فهناك 10 محددات لرسم توجهات الأشهر القادمة، ولكن هناك ما يثير الخشية بأن الجانبان لا يقرأان من الصفحة ذاتها. من جانب آخر قد يكون الطرفان اتفقا على أن يكون لهما روايتان مختلفتان لما جرى التوافق عليه دون أن يتناقضا، ولكن الواضح أن الخلافات جوهرية لا سطحية. فالفرق بين عبارتي suspend أو terminate هائل بالنسبة للعقوبات، إنه الفرق بين الوقف أو التجميد to suspend والرفع أو الإنهاء terminate. تقتبس الصحيفة قولا لديفيد أولبرايت رئيس مركز العلوم والأمن الدولي، جاء فيه أن المسؤولين الإيرانيين ربما يريدون البوح بالأخبار بشكل متدرج في بلدهم. وما التصريحات المتناقضة لما أتى على لسان الأمريكيين إلا فسحا في المجال أمام مسؤولي إيران ليكونوا بحل مما تم الاتفاق عليه عند استئناف موعد الاتفاق النهائي بعد شهور. ففي تصريحاته الحالية لا يأتي قادة إيران في تصريحاتهم الحالية لا يأتي قادة إيران على ذكر حصر اليورانيوم الإيراني ب 300 كيلو، ولا على حظر أجهزة الطرد المركزي المتطورة، ولا لتحويل مركز فوردو إلى مركز بحوث، ولا على نقل ما لدى إيران من يورانيوم إلى مكان آخر، والأهم الرفع التدريجي للعقوبات بناء على سلوك إيران. حقيقة نعم. الأمر الكذب والتقية والمراءة لا تزال سيدة الموقف، ولا يقود ذلك إلا كحال الذي يريد أن يأكل أكلة قذرة صنعها بيده ولكنه يريد أن يتناولها بشوكة وسكين ورافعا رأسه. نعم. ومن الدلالات التي تؤكد أن النظام في إيران يستخدم التقية في خطاب الجمهور الإيراني المسرحية الإعلامية التي صدرتها الماكينة الإيرانية حول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع. نعم. فهم وأنصارهم حاولوا وضع الزيارة في سياق الانفتاح المقبل على إيران كانتصار. فبعد انقطاع لأربع سنوات الرئيس التركي في طهران، ولكن الزيارة تأتي بعيدة تطورات ملحوظة في المنطقة، أجواء تفاهم سعودي تركي، عاصفة الحزم، وكل ذلك بالتوازي مع الإعلان عن الاتفاق بين إيران و5+1 حول ملفها النووي. نعم. الإعلام المضاد المحور العربي الذي يتصدى للنفوذ الإيراني حاول التركيز على طغيان الملف الاقتصادي على السياسي في الزيارة كما نعم. جاء حرفيا في عناوين قناة روسيا اليوم. وهنا نقول إن كان الملف الاقتصادي هو الطاغي على الزيارة، لماذا يرى بعض المراقبين ذلك معزلا لموقف إيران؟ بما أن أردوغان ذهب يطلب الغاز بأسعار بخسة، أليس يمكن القول عنه كضمان مشمش يأتي فلاحا ليشتري من الموسم قبل الصيف عارضا عليه سعرا بخسا قد لا يسد تكاليف المحصول؟ وهنا نذكر بأن العبارة الطاغية في المؤتمر الصحفي الذي جمع أردوغان بروحاني بأن الزيارة كانت قول أردوغان أغلى غاز طبيعي نستورده هو من إيران، فإذا جرى خفض هذا السعر فسنزيد بالطبع كمية الغاز الطبيعي الذي نشتريه من إيران. الإيرانيون في وضع حرج اقتصاديا قد يزيد من همهم هما، خاصة وأن الفسحة الزمنية الفاصلة بين الود الأوبامي
نعم. ورئيس جمهوري أو ديمقراطي أقرب إلى مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكيين جمهوريين هذه الأيام محتمل في البيت الأبيض لا تزيد عن سنة ونصف. نعم. ولا نزال نتذكر أن الجمهوريين هددوا بإلغاء رفع العقوبات الاقتصادية بجرة قلم، وبالتالي قد يكون نظام الملالي أمام خيارات أحلاها مر، فإما بيع بالرخيص، بيع الغاز بالرخيص والنفط لإقناع جمهورهم بأنهم كسروا الحصار الاقتصادي وربحوا شيئا مقابل تنازلاتهم. نعم. في النووي، أو تعنت أمام عروض أردوغانية بخسة وبالتالي فرصة ضائعة تكمل على ما تبقى من ماء وجههم، وتبقي الجمهور الإيراني على كلمة على المشمش، وأبناء غدد دمشق وسوريا يعلمون ما تعني هذه العبارة. نعم دكتور. طيب طبعا الحديث بهذا الموضوع يطول، ولكن كان هناك زاوية مختلفة تناولها روبرت فسك هذا الصحفي الشهير بأنه متخصص في شأن الشرق الأوسط، يكتب في الاندبندنت، كتب مقال بخصوص النووي، اتفاق النووي الإيراني. هي كانت مرافعة عن إيران، فيما قال أتت بعنوان صفقة إيران النووية، إيران القوية تتحول إلى شرطي الخليج والأمر ممكن. ما الذي أتى في تفاصيل هذه المقال لروبرت فيسك؟ أنا قدمت توصيف دقيق، هو فعلا يرافع وكأنه محامي دفاع ضخم الأجر. لنتمعن بما قاله. بداية يرى أنه من مع موافقتها على حد من طموحها النووي، إيران تولد من جديد رغما عن كل أدوات الشرط إذا وأخواتها، إذا الحرس الثوري فعل كذا، وإذا إسرائيل لم تفعل كذا، وإذا فلان لم يفعل كذا، وإذا الجهة الفلانية فعل كذا. برأيه الاتفاق يغضب السعودية، هذا تركيزه الأساسي، تركيزه الأساسي، وقد يدمر علاقتها مع حليفتها الأساسية أمريكا. السعودية لا تحترم حقوق الإنسان ولا حرية كلمة، يهجم هجوم لا ذا حقيقة. ثم يعود لإذا، لاستخدام إذا هو ذاته، إذا احترم الفرقاء والتزموا بكلامهم سيكون الاتفاق تأثير سياسي هائل على المنطقة، وقد تصبح إيران شرطي أمريكا في الخليج. قد تعود أمريكا لمراجعة سياستها مع المملكة الوهابية، يصفها بالمملكة الوهابية التي أعطت العالم أسامة بن لادن، ثم ينتقل لتصنيف بقية العرب. مصر شحادي عند أمريكا التي طلباتها أوامر عند السيسي. قطر والإمارات لا خيار أمامه إلا قبول ما تريده أمريكا. والأسد وحكومة العراق يسعدهم ويطيل أجلهم ما حدث. إسرائيل تعارض ولكن عليها الالتفات أولا للمأساة الفلسطينية. ربما هذا الرجل بقدر معاش بين ظهرانين الفسدة والراشدين والراشين والمرتشين، فقد امتلك قدرات تلون تبزو أي مرتزق يعمل بهذه المهنة المسكينة. وفي كل الأحوال لابد من وجود أصوات تحاول تلميع الانفتاح على إيران وتبني تنصيب إيران كشرطي للمنطقة على حساب التحالف الذي بدأ يعصف بأذنابها في المنطقة. ولنا أن نراقب المستهدفين في مقال فيسك وقد أشرنا إليهم، وفي النهاية قافلة التصدي لنفوذ إيران تسير. وهنا يجب القول مرتا استذكر ذلك القول مرتا تتحدثين بأمور كثيرة والمطلوب شيء واحد. دكتور، أيضا مقال آخر لروبرت فيسك لفتك هذا الأسبوع، ما الذي ستفعله السعودية عندما وليس إذا اختلت موازين حربها مع متمردي الشيعة الحوثيين؟ أي رسائل يريد فيسك أن يوصلها بهذه المقال؟ كي يجيب على هذا السؤال يتحدث بسخرية، يقول يمكن للسعودية طلب الدعم من الجيش الباكستاني المسلم ويتابع أيضا، لكن ذلك سيكون لا كمن يسكب الزيت على النار بل كمن يسكب النار على النفط. يهجم هجوما لاذعا على الإعلام الذي لا يريح محور المقاومة والممانعة. ربما الأخ هو جزء من هذا المحور ولا ينقصه إلا عمامة من عند الملالي أو من عند نصر الله. يقول الخطاب الإعلامي الطائفي الذي يصدر عن قادة الخليج تسكم رائحته الطائفية الأنوف. طبعا هو يسمع بأذن واحدة، السعوديين يعتبرون دعم الإيراني للحوثيين مسلمة لا جدل فيها، ويقتبس أيضا أحد صحفي الكويت ينعت الحوثيين بجردان، ويقتبس أيضا صحفي آخر يقول إنها حرب على حاضني مؤامرة خفافيش التطرف والعداوة والفرقة.
وهذا ما تنتجه الحروب الطائفية، ولا أحد يصف ذلك بالحرب الطائفية. وبخصوص سيدته الحديثة إيران، يقول إيران لا تزال تحتفظ بصمت دبلوماسي، فقط وصفت ما فعلته السعودية بالخطأ الاستراتيجي، بالخطأ الاستراتيجي. مما هذه الحرب يسهل بدؤها أو الانطلاق بها ويصعب إنهاؤها. نعم. يقتبس أيضا تعليق لحسن نصر الله على السعودية كيف يهجمون على اليمن ولم يرفعوا يوما يدهم للدفاع عن الفلسطينيين. حقيقة العرب تركوا مقارعة إسرائيل للسيد حسن وأسياده في طهران كي يقتلوا الإسرائيليين في سوريا. نأمل منه أن يجهز السيد فيسك، أن يجهز مقال مرافعة جديد يتناول فيه ماذا ستفعل إيران بقصة الشيطان الأكبر. نعم. ومسألة المقاومة والممانعة. نعم دكتور، أمامي دقيقة واحدة فقط، أود تعليقك على آخر صحيفة نيويورك تايمز. جودي رودرين تحدث عن ردة فعل إسرائيل هذه المرة تجاه صفقة إيران النووية التي قد يكون لها مضاعفات وتبعات أكبر. عن أي تبعات تحديدا تحدث؟ دقيقة ونص معنا. طيب تفضل. يقول الكاتب فيها: مضى يومان كي يتصل الرئيس أوباما بنتنياهو ليهنئه بفوزه بالانتخابات الأخيرة، ولكن لم يمضي ساعتان حتى اتصل به ليطمئنه بخصوص الاتفاق النووي مع إيران. خلال اتصاله وعد أوباما بتشاور مستمر وتعاون أكثر لحماية أمن إسرائيل تجاه أي خطر إيراني محتمل. ومؤخرا أطلق تصريحا وضع سيرته بكليتها ثمنا لأي خطر تتعرض له إسرائيل بسببه، معتبرا نفسه فاشلا إن حدث أمر كهذا. كيف سيكون شكل معارضة نتنياهو وأصدقاء نتنياهو في الكونغرس لذلك الاتفاق هو السؤال الأهم. جيورا آيلاند مستشار أمن إسرائيلي سابق يرى أن إسرائيل يمكن أن تجني الكثير إن هي توقفت عن عرقلتها الاتفاق. حقيقة هناك استحقاقات قادمة بشأن الفلسطيني على إسرائيل أن تنتبه إلى اهتزاز الدعم الأمريكي لها إن استمرت بنهجها المعرقل لهذا الاتفاق. تقتبس الصحيفة طلب نتنياهو بتضمين الاتفاق اعترافا بإسرائيل، وتستذكر قول نتنياهو الذي يروي على لسان الملالي قولهم بأن تدمير إسرائيل أمر لا نقاش فيه. نعم. وقابله بقول مفاده إن عايش إسرائيل أمر لا نقاش فيه. حقيقة الأمر نحن بين الكذاب والأكذب. نعم. أمام أخذ الرهائن وابتزاز العالم تاريخيا معروف أن إسرائيل أخذت ضحايا هتلر رهينة وابتزت العالم وأرهبته، وها هي اليوم تأخذ بعض الملالي النووي لمزيد من الابتزاز، والملالي بدورهم يأخذون من البعض النووي ذريعة لمزيد من التغول في ابتزاز العالم ومحيطهم الإقليمي وخاصة، وينجون في دعم القتلة ويصنعون منهم أدرعا تقتل شعبها لتكون كلمة الملالي هي العليا، ويبتزون العالم كما يشاءون ولا يجدون إلا الأكذب منهم والأكثر جشعا لجعل هذا العالم الذي نعيش فيه غابة صعبة السكنة. نعم شكرا لك دكتور، يعطيك العافية طبعا على هذه القراءة في أبرز ما تناولته الصحف الغربية لهذا الأسبوع، ولقاؤنا يتجدد معك الأسبوع المقبل. أما الآن مشاهدينا فننتقل إلى هذه الفقرة التي نستعرض فيها بعض من مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب من منطقتنا ومن حول العالم. المقطع الأول الذي سنعرضه هو من سوريا، فعلى طريقته الخاصة شرح مراسلنا يمن السيد في فيديو بثه على صفحته الشخصية كيف بات أهالي الغوطة الشرقية يتعاملون مع قصف طيران النظام الحربي. التصوير امتزج بروح الفكاهة من جهة، فجاء المشهد هكذا لنتابع. شايفين يعني العالم عايشين وكأنه ما في شيء أبدا، يعني شايفين هلا الطيارة ضربت غرام، هلا الشظايا لساتها عم تنزل على فكرة، عادي يعني عادي الأمر. تعال لا حبيبي شلون هلا ضربت الطيارة، خايف شيء؟ مبسوط ما؟ على فكرة نحن هلا هون بالغوطة الشرقية، إذا ما ضربت الطيارة ما عاد نحسن نعيش، يعني نحن والطيار صار الأنتيم تبعنا. إذن مشاهدينا بعد متابعة هذا المقطع ننتقل إلى مقطع آخر، حيث اجتاح الطالب عبد الرحيم الحلبي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك عبر تسجيل مصور من مسابقة غناء للطلاب في مدرسة حسن البشير بجرمانة، وتميز هذا الطفل بصوت جميل للغاية. نتابع هذا المقطع.
أيضا بمواقع التواصل الاجتماعي انتشر فيديو التقط بأحد المساجد بتركيا ويظهر فيه رجل يصلي بصحبة ابنه الصغير والذي ظل يداعب والده أثناء صلاته بمنتهى البراءة. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لف الظلام أحد قاعات مبنى الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي إثر انقطاع التيار الكهربائي هناك، مما دفع المتحدث باسم الوزارة جيف راتكي للجوء لهاتفها النقال. In terms of the centrifuge storage, I'm trying that a lot. But in terms of the centrifuge storage, so they will be stored by, they will not, excuse me, the centrifuges will not be stored by the IAEA. لم يبقى لنا سوى آخر ملفاتنا ونتابع فيه. طفلة ترفع يديها أمام الكاميرا ظنا منها أنها بندقية، وأخرى ترتعد خوفا من شرطي تركي. إلى أي مدى وصل تأثير الحرب على أطفال سوريا؟ نناقش بعد هذا الفاصل القصير.